السيدات والسادة رجال الصحافة الوطنية والدولية، اليوم هذا الحفل هو إعطاء الانطلاقة الرسمية للألعاب الإفريقية، وهذا الشيء داخل في تقاليد ديال تنظيم الألعاب الإفريقية لريتشويل. الحقيقة طبعا أنا سعيد جدا جدا أن أنا في بلدي المملكة المغربية، سعيد جدا جدا بأن اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأقصى بتنظم هذه الدورة فنيا مع اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية الأنوكا، ومع طبعا توجا أو اللجنة العليا المنظمة. الحقيقة الشكر لا يكفي للمملكة المغربية وجلالة الملك على موافقته على إقامة هذه البطولة في هذا الوقت الضيق جدا، وحقيقة سعيد جدا أن يكون الملجأ هو المملكة المغربية والملجأ مصر. كان الملجأ مصر لكأس الأمم الأفريقية وهارد لك للمغرب وهارد لك لمصر ان هم ما يقدروش ان هم يوصلوا، انما كان نفس الاختبار لمصر قبل تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، نفس الاختبار للمملكة المغربية في دورة الألعاب الأفريقية في طبعتها الـ 12. والحقيقة أنا سعيد جدا بكل التجهيزات وسعيد جدا بكل مكان، ويمكن الإعلام يتذكر أن أنا من أول لقاء مع باقي القوى التنافسية للمملكة في تنظيم هذه الدورة، خاصة وأن يعني فترة الإعداد لها كانت جد قاسية. إفريقية التفاصيل غادي نقدمها لكم فيما بعد، أنا غير كنقول عمل التذكير. إذا هذه الألعاب عندها مجموعة ديال الأبعاد، البعد الأول هو بعد سياسي، بما أن الألعاب الإفريقية ملكية للاتحاد الإفريقي، فبغينا عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. المملكة المغربية في أول لقاء لينا ما كناش لسه اتعمل أي حاجة، قلت إن هذه الدورة ستكون من أكبر الدورات ومن أحسن الدورات، لأنها ستجعل من الصعب على أي دولة أخرى أن تقوم بتنظيم الدورة نظرا لما فيها من إمكانيات بشرية، نظرا لما فيها من إمكانيات تحتية، نظرا لرعاية جلالة الملك ليها، نظرا للعمل الجاد والدؤوب لكل اللي شاركوا. الحقيقة سيادة الوزير لما قعدنا أول مرة قال كلمة مهمة جدا، إحنا سنراعي الاحتراف في تنظيم هذه الدورة، وقد كان أنا بقول الدورة لسه ما بدأتش، إنما أول دورة يعني بنتوخلها أن تكون هذه الدورة إن شاء الله ناجحة. من العلامات الرئيسية اللي حضراتكم شفتوها النهاردة، يمكن حضراتكم حضرتم مؤتمرات صحفية كتير، قليلاً ما يبدأ المؤتمر الصحفي في الميعاد. النهاردة بدأ المؤتمر الصحفي 11 بالظبط، وأعطيت الفرصة لكل من هو موجود، وكان مؤتمر صحفي شامل يدل على التنظيم والاحترافية في التنظيم. الدريسنج بتاع الصالة أو الشكل اللي كان موجود فيه في الديكور بتاع الصالة، المفاجأة التي أعدت بوجود الماسكوت وخروجه لحضراتكم للإعلام، أيضا الطوابع البريدية الخاصة بهذه الدورة. الحقيقة إحنا في دورة أولمبية أفريقية، وإن شاء الله بإذن الله تنظم بنجاح. ليا طلب من حضراتكم أن تذيعوا على كل مسامع شعبنا المغربي إن لازم يثري هذه الدورة بتواجده في جميع الألعاب من 26 ل 27 رياضة، لأن كرة الطايرة لها كرة الطايرة الشطائية وكرة الطايرة العادية. لأول مرة في التاريخ الدورات الأفريقية أن يكون 17 لعبة أو 17 رياضة تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020، والتفاصيل الجميلة اللي قالها السيد عبد مدير الدورة، وإن تفضل معالي الوزير رشيد بخلد العالم أيضا، وإن أخويا العزيز وهو كوست كبير رئيس نائب رئيس أحد اللجان الأولمبية ورئيس مدير الدورة. الحقيقة قالوا كلام كل واحد قاله في تخصصه، إلا أنني بشكر وبكرر شكري
مش بس المملكة المغربية لزملائي وسائل الاتحادات الأفريقية على في وقت ضيق ان هم قدروا ان هم يحصلوا على هذا هذه الموافقة من اتحاداتهم الدولية وموافقة مجالس إداراتهم الأفريقية ان تكون 17 لعبة أفريقية مؤهلة ل 2020 مما جعله ايضا صعب على المغرب في 2023. احنا بنتمنى ان شاء الله التوفيق للمملكة المغربية وكل الشكر والتقدير للإعلام المغربي والإعلام الدولي بأن يكون هذه الدورة لا تقل أهمية عن باقي الدورات الكبيرة مثل البان أمريكان أو دورات الأمريكان.